اهلا بنات، طبعا مو جود مورنينج لان يعني انا قصدي جود مورنينج كاول سنابه معاكم. قاعده الساعه 10 10 الا وتوني اطلع لان عندي ميتنج بخلصه وعندي كم شغله بخلصها اليوم. فدقيقه، على فكره بنات، يعني صار لي كم يوم ابي احط اغاني، ابي ادخل جو بالسياره، بس يا اخي ما في اغاني جديده. ابي اغاني تونس، مو اغاني تنعاد تنعاد تنعاد، لا بس ابي اغاني. يعني وصلت مرحله ريمكسات 2017 18، هذيك كانوا احلى اغاني واحلى وقت كنا نحط فيه الاغاني وبالسياره ونستعمل. بس نبي اغاني حلوه تبرد الجبد تونس، ما نبي بكي وهموم. على طاري الهموم، سويتوا اللي قلت لكم عليه، الحمره والجلاس والطلعه ويلا بالطقاق، ولا للحين ما طبقتوه؟ لأن يعني وايد استانست على الكومنتات، وايد ناس واصلين مرحلة التفكير الحلو. طبعا انه هو كل شيء بالطقاق في الدنيا، اكيد مو يعني واقعيا مو كل شيء، بس انه اغلب الامور اللي بتضايقنا يعني صدق فعلا طاف وبس.